الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة وهذه الأمسية من الموعد. ودائما الموعد دا كما نقول يحلو مع الوطن في وجود الوطن، ودائما الوطن الذي نمد له آيات الشكر والعرفان على الدوام، ونقدم دائما خلال حلقاتنا وخلال رسائلنا كل من هو في مقام يستطيع أن يقدم ما يقدم لهذا الوطن الكبير السودان الذي دائما يستحق منا كل ولاء وكل إخلاص وكل محبة ومودة. بالتأكيد هذه المودة وهذه المحبة تختلف أشكالها وأنواعها باختلاف المقامات وباختلاف كل واحد في مكانه وفي مقامه. الشعر باعتباره أيضا واحد من ضروب الامتنان، والدوبيت السوداني واحد من الأشكال الشعرية الرصينة والجميلة، ويمكن إحنا ما بنلقاها كثير حقيقة في كثير من الدول الموجودة. يمكن تختلف الأسماء تختلف الأشكال، ولكن الدوبيت السوداني له طبعا رونقه الخاص وجماله الخاص وأدبه الخاص. إحنا سعيدين إنه نتحدث في حب هذا الوطن وفي القيم وفي المبادئ وفي الأخلاق مع الدوبيت ومع شعر الدوبيت. أهلا ومرحبا بضيوفي داخل الاستوديو لنترنم بحب هذا الوطن الكبير السودان. اهلا ومرحبا بالشاعر الامير محمد ود النور، او محمد ود نور الدايم، امير عموم الكواكب ولا تخطوم. اهلا ومرحبا بك كثير وشرفتنا. اهلا بك يا استاذه، مرحبا بك، شرفتنا بك جدا وكثر خيركم. شرفتنا كثير، جزاكم الله خير على هذا الاستقبال الطيب المبارك. الله يكرمك ويسلمك، شرفتنا كثير. اهلا ومرحبا ايضا بالاستاذ الشاعر عبد الله احمد علي ادريس. اهلا ومرحبا بك، شرفتنا كثير. مرحبا بك، وتحية لك وعبرك للمشاهد الكريم والطاقم العامل جميعا، لكم التحية والتقدير وللوطن الكبير أيضا. أهلا ومرحبا بكم، شرفتونا كثير. وفي البداية قبل ما نبدأ نتكلم عن الدوبيت وشعر الدوبيت، طبعا الشعر عموما دائما هو بيكون ابن البيئة، وأي بيئة سودانية فيها يعني جمال خاص وفيها طبيعة خاصة، وبالتالي هي بتقوم بتنتج لنا الشعر وأدب الشعر المختلف اللي احنا بنلقاه، وكل ما نمشي في مكان بنلقى شكل من أشكال الشعر المختلف. لكن قبل ما نبدأ معك طوالي الزعيم والأمير محمد والنور الدايم، خلينا نتكلم عن الإدارة الأهلية باعتبارك أمير، والإدارة الأهلية اللي عندها أدوار كبيرة جدا حقيقة في السودان، واللي عندها أدوار اجتماعية وقانونية واقتصادية وسياسية حتى، يعني رقاب كثير زي ما بيقولوا حفظت بسبب الإدارة الأهلية الحكيمة، وكثير من المشكلات حلت يعني في جلسة واحدة. خلينا نتكلم من الوقت الحالي، كيف الإدارة الأهلية برأيك يعني بالنسبة الحاجات اللي أنتم ورثتوها من قديم؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائما دوام ملك الله. أولا لكم التحية، والتحية لكل التيم العامل في هذه القناة المميزة المشهود لها، والتحية عبركم لكل الشعب السوداني قيادة وشعب، وكذلك نترحم على شهدائنا، نقول ربنا ان شاء الله كلهم ربنا يتقبلون، اللهم امين، من كل الجوانب ربنا يتقبلون، اللهم امين. احنا حقيقه يعني سعيدين جدا نجي ونشارك في هذا البرنامج الجميل الطيب. وحقيقه الاداره الاهليه معروفه يعني اصلا هي تم اختيارها من زمان لرب التنسيق الاجتماعي ولحل المشاكل بين النزاعات اللي بتحصل بين القبائل. والزعيم زعيم القبيلة أو أمير القبيلة، والله السلطان، والله الشرتاية، والله الناظر، والمسميات كثيرة. نعم. يعني هو طبعا بيحتمل البوابة، المدخل اللي بيدخلوه الناس للمشاكل لازم يدخلوا بعبره، لأنه هو تاركه قبيلته، فدائما الناس بيجوا عبره يدخلوا لحل المشاكل. لو كان في رقاب في كل حاجة تحصل لازم يدخلوا عبر الـ الـ الامير والله المسميات زعيم. نعم. القبيله. نعم، لانها هي درجات طبعا، درجات دي اللي ده. طبعا احنا هسه في ولايه الخرطوم يعني لعبنا دور كبير جدا في حل المشاكل، وكان عندنا طبعا قبل كده حاجه اسمها جسم اسمه النظام الاهلي. النظام الاهلي ده لما وقف السيد الرئيس رحمه الله عليه نميري زمان. نعم. الاداره الاهليه كم 71. طبعا تم عملوا اقسام في ولايه الخرطوم، ولايه الخرطوم طبعا تعتبر واجهه السودان. نعم. الجسم اللي عملوه ده لحل المشاكل بدل اللي
الادارات الاهليه وكذا، ولعب دور كبير جدا. يعني ربط القواعد بين الناس، وكان في احترام كبير جدا جدا بين الناس. حتى هسه نحن ناس ولايه الخرطوم طبعا في الفتره الايام الفاتن دي كان طبعا عملوا المؤتمر الجامع للادارات الاهليه، يمكن نحن ولايه الخرطوم لنا عدد قدح المعله يعني. نعم. يعني احنا بدل نحن ديك طبعا نحن محتبرهم ضيوف. ما طبعا الناس من هناك ما بيقدروا يجوا عدد كبير. ايوه. نعم جو في عمد وهنا، لكن احنا في ولايه الخرطوم عندنا طبعا الابارات والمسميات باختلافها. نعم. يعني الناس هنا استقروا مع الناس هنا طبعا ديل كانوا اخوان في الادارات الاهليه في المعرض الخرطوم، لكن حشدنا نحن كان حشد كبير جدا جدا. يعني شاركنا مشاركه واضحه جدا الحمد لله. اي نعم. وده في الاخر بنقول بانه صح كان في الغاء يعني ممكن نقول للحاجه دي، لكن ما لغت الدور اللي قام بها، بالعكس هي كانت متوارثه الحكايه، والى الان موجودين النظار وموجودين العمد وموجود الاداره بالشكل المطلوب الحمد لله. طيب احنا ما نقوم نبدا نسمع لنا واحد كده دوبيت كده جميل من الدوبيت، نبدا معاك تفضل استاذ دينا. شنو ليك يا وطني تقديرا كبير وتحايا، فيك عزي وسعادتي وفيك مراسي غنايا، بيك من نافذ البلدان قلوبنا قوايا، لابسين الغيم تاجا ثقيل وعباية، بعجبنا ليك تتصدر المنظومة، نعم قصد المواطن وبتفض الحكومة، الدول الكبار والعولمة المزعومة غناها الاتفاق وتفهم المعلومة، العالم عبد بعقول ومو بأجسام، اخترعت تكنولوجيا وساعدين ايام، الزول قدر ما يركز على القدام، والواقع بترجم فعله قبل كلام، مواكبة الحضارات تغنية وتحديث، غير المرء بتأخر قدر ما يقيس، مع ان النجوم لا بد لها تغيس، السير مجرى والمصهب بفرز الميس، توحيد الصفوف فكرة وجهود ونوايا، أي السلم اللي بيجمع بعيد الغاية، تروق الخيل وتتبدل الكتوف الراية، معروف كل مشوار تحتريه نهاية، التاريخ بيفسر محتوى الماروس، والدفدر بيذكر بيل بتنسى الروس، الآخر العمل والدنيا عبر دروس، ما بيفقر مراحا بالحلال محروس، علمنا الزمن الدارس الموضوع، وعزة نفسنا العفة انكتلنا الجوع، اللي بيكفوله خوضه وبيلبسوله دروع، من لاقيه بيسدود وقت حر الكوع، ما منفرج خيولنا وننهمك في ظروفنا، تتأهب محاصات كان جبدنا سيوفنا، منشوف الدروب بعقولنا ما بيشوفنا، لعند الكريم أقرب على الفي كفوفنا، هو لبواتنا تدبير الشداي ودهوننا، وعوج الكون بتستوعب مساحة عقولنا، ما هو ضروري نتحدى العنج بيطولنا، لكن اللهم تقدل تقيل رجولنا، الخط انه في روسنا وعلت عممنا، منه البلخم الناس كلها بلخمنا، حسب تغييرنا للفن العبوس وفهمنا، يقوى ايماننا فيها ونفعل الزمنا، تحت مظلة الوطن اللي غطي شتاتنا، تكبر قيمة الوحدة وتزيد بياناتنا، يقيننا يكون رفيع سقفه وخيالي سباتنا، نكبر بتقاليدنا وسماع عاداتنا، الكل يستجيب بدوره ليه وطنيته، لا من بالتراضي يحقق الفينيته، واما نقولنا كل زول ينفرد بقضيته، معناته الشديد لا بد راجع حويته، ادراك البعض لبعضهم مطلوب، وكل عهدا بعقبك قبله عنده تلوب، المعنى بقيت ما وصل مقلوب، المخلوفه قندفه والحويه تلوب. يا سلام. ده الوطن الجميل اللي احنا دائما بنتغنى به، وبيدينا دائما الابداع ده. انا افتكر انه الوطن هو اللي عنده دور كبير في انه هو يطلع يعني كل الدماغ الموجود. افتكر الشباب الان استاذ عبد الله عندهم الملكه دي موجوده، يمكن انتوا الان في الساحه موجودين، اكيد بتحبوا دائما تسمعوا، يكون عندكم قعدات لقاءات بتقعدوا مع بعض وتقوموا تشوفوا الدوبيت، كل زول يقول الدوباي بالنسبه له. الشباب كيف بالنسبه؟ نعم الدوبيت طبعا في الفترة من الفترات الماضية يعني كان قد يكون يعني في الأطراف أكثر حاجة أو في البوادي، لكن الآن في كل بقاع السودان يعني، والشباب حتى في الجامعات وفي العاصمة هنا ما شاء الله يعني تمتلك ملكة شعرية كبيرة وبمواهب، واستطاعة
استفادوا برضو من تعليمهم وصدقوا فيه الشيء بطريقه علميه وطريقه زي ما بيقولوا مواكبه مواكبه للعصر هاي، هاي فيستطيعوا يدخلوا فيها حاجات العصر كلها. وقاعدين نقعد معاهم ونسمع منهم ونتكلم معاهم ونشوفهم اللي زي ما بيقولوا كان قريب مننا، وفيهم اللي بتجمعنا به واللي مات. لكن ما شاء الله يعني الدوبيت عبر و... الحمد لله ثبت وجوده وقدمنا عليه مخطف. الحمد لله الحمد لله. تبقى واحدة الأمور الطيبة جدا اللي احنا نسمع، لأنه دائما الشعوب بترجع بتقول احنا زمان كان عندنا أو احنا زمان كان من أدبياتنا، لكن الحمد لله السودان دائما هو محافظ على أدبياته. نعم، بس وصيتنا أنه الناس تسلح به بطريقته الصحيحة، ما يوظفوه خطأ، يعني ما يكون للإساءات، ما يكون للفتن، ما يكون للشتايم، ما يكون لفظ الأمور بطريقتها الغير حقيقية. يعني دائما كل ما زول يكون متمهد فيه بيوصل الرسالة بطريقة أجمل وطريقة مقبولة. فبس لو كان لنا مصنع الناس تاخذ بطريقة كلامك الكلمة هي عندها الغبون مثلا للغبون وللانتقام، يعني مع النص هو لغة في النهاية، الشعر هي إن كان لغة صحيح الزول قد يوظفها بطريقة المصيبة أو بطريقة خطأ. نعم، الرسالة اللي أنت قلتها مهمة شديد، لأنه الرسالة الثقافية ورسالة الشعر ممكن توصل أسرع كثير من الخطاب السياسي، يعني هي بتكون عندها تأثير في المجتمع لأنها هي أقرب لوجدان المجتمع، يعني من كثير من الخطابات أو اللغات الثانية. يعني قلنا أنه نتكلم سيد الأمير محمد نور أنه يعني قبل شوي انه برضو عندكم اتهامات، بما انكم عندكم تجارب وخبرات كبيره جدا توارثوا الدوبيت انكم تصححوا، يعني ممكن نقول انه بالنسبه لانواع الشعر الثانيه بيكون في اساتذه موجودين يقولوا والله ان احنا مثلا اللغه العربيه الفصحى لازم انه يكون في لغه النحو يكون مضبوط، اللغه تكون سليمه، الجمل تكون الوزن يكون مضبوط، الوزن يكون مضبوط. شنو الادبيات الموجوده اللي بتقيموا بها وبتحددوا بها الدوبيت؟ اولا احنا يعني اول الشعر ذاته لو ما كان مركز ومواكب ما بدي قيمته. الرساله ذات اللي بتديها دي برضها لازم انت تبغانا تمام. صحيح. بس انا كلام يعني عبد الله كان كلام يعني كلام كان مميز جدا جدا، وانا بقول وحده صفنا وتبادل الافكار بطيح للضرير ما بخلي نفسها تنحار. محتاج الوطن لين الكبار وصغار، ومعروف الخلاف بيجلب ضياع ودمار. وحدة أرضنا فرقا شمال وغروبة، في وسط الوطن لجنوب جبال النوبة، سودان يبقى واحد دم ذنوج وحبوبة، وثاني بالضعاف ونرجع المنكوبة. أربط يا وطن شرقك جنوب وشمال، ننبذ بالخلاف ما يلقى فيه مجال. الوطن الكبير غير الرجال والمال، والتاريخ بتجد بقفان أجيال. يا وطن الشهامة اللي غناك بجيب، فيك البار رواسي وفيك في طول نيب، يحدى شعبنا وتسامحه ما هو غريب، كل ما تنفي في السودان تجد ترحيب. جميل، يبدو دي واحدة من الأمور اللي احنا وطني كان بعيد في بالي ما بنساه. وطني كل ما تمشي الكرم تلقاه، ممزوج دمه بعرب وزنوج وتلاه، دم خلاه من فوق لجحل في علاه. كان سافر بعيد ومشيت لبلد ثاني، يزيد الشوق عليه وطن الكرام سوداني. ذوق ليك يا عز المكان حبان غيبك ضامه في قلبي وحشياني. وصيت مني للغاب وكلاما خاص، الوطن الكبير يبقى الاهم والساس. مبادئ الحوار كتوها فوق الراب في دول العرب، راح الضحايا الناس. وفي دول العرب شايفين دمار وخسائر، وكم أكتم سؤال وافضح دليل
نحسب للحساب ما يكون حسابا جاير تقسيم الوطن هدفا وراه دوافع. وفي دول العرب شايفين دمارا حاصل بحرق من طرف لما الجبال والباسل. وما تحدنا وما تكاتفنا وما صافينا وبنهضة بلادنا نواصل بنتقسم دول بيناتنا تبقى فواصل. يا أرض الحضارات والمسيد واللوح كان أهملنا فيك وين نمشي غادي نروح. نفتح باب حوارك بضمير مطروح وحولات بلد شين الخلاف مقبوح. شوف العرب الطامة واقع عليها فقدوا رواح ونار الموية ما تطفيها. مثلا الجمرة قالوا بتحرق أمواطيها النساء والشيوخ ما عرفوا قبل يجيها. يا وطن الشهامة يا سلام على وطن الشهامة. يديك العافية على الكلام الجميل. يديك العافية. وفكر انه واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي الناس تتكلم عنها انه مسألة الشعر ودلائل الكبيرة والغيب الموجودة. وأفتكر إنه واحدة من الأمور اللي لها علاقة بمحبة الوطن بتجي من أشكال مختلفة من أبناء مختلفة. وده خلينا نتكلم برضو عن إنه الرسائل الاجتماعية هي أصل الشعر السوداني. يعني لها علاقة بالحث على المحافظة على الزواج، المحافظة على الجيرة، المحافظة على الدين. دي كلها أمور مهمة. وصلنا وقت هل الحكاية بقت ماشية في الغزل أكثر ولا الرسائل الغيابية دي أستاذ عبد الله لسه لا زالت موجودة؟ وبرضه من جانبكم أنتم بتحسوا الشباب أنهم تكون واحدة من الحاجة حتى الناس اللي بيكونوا برضو عندهم باع في المجال، يعني ممكن فعلا أنه الموجة تشيلهم بأنه يبدو يقولوا بعض الرسائل ممكن تسبب نوع من الفتن الموجودة. في رغيب على الحاجة دي أنه ممكن يقول والله يا أخي لازم أنه الناس ترجع عن الطريق ده وتمشي الطريق الصحيح. نعم الرسائل فعلا الشعبية دورها في زي ما تفضل السيد الأمير دور الأمراء والعماد والشيوخ في حل المشاكل الأهلية مشاكل الجوار. أنا أفتكر أن الشعراء برضو لهم دور كبير جدا في الكلمة في المساهمة في حل المشاكل وتجنب الفتن وبيحصل كثير يعني. أما الشعر الغزل فهو وجبة رئيسية في الشعر لابد من الشعراء يمروها، ولكن مرحلة يعني وهي أصلا بتكون متواصلة مع الشعر لكن لها قعداتها ولها مجالها ولها جناحها الخاصة. قعداتها دي كيف بتكون؟ أنتوا بتنظموها قعدات ونساء قعدات جبنة قعدات ونساء قعدات. يظن شعر الغزل الشعر يعني زول ما بيقدر ينكره. أي شاعر من راقه وبيحتفظ به في مجالاته لكن ما العمود الفقري في الشعر لانه زي ما قلت لك له خصوصيات. الشباب من عزيزهم كثير لانه هو طبعا في سن الشباب بيبدا ذاته يمكن بالغزل. ومعظم الشعراء اللي تعلموا الشعر ده يمكن نتعلموه في البدايه عن طريق شعر الغزل صحيح الهوايه والسن ذاته وكذا بعدين بيطلعوا بادوار ثانيه. نرجع لموضوع الشعر الاجتماعي ومساهماته. أنا من ضمن كان عندنا إشكالية مع أهل وكان فيها تداول شعري بين الأخوان في الجهتين يعني شعراء وقد أخذوا فيه بعض الحاجات المؤلمة لكن كتر خير. وأنا عملت وثيقة سميت التعايش الأهلي جميل وكانت محظورة يعني على مستوى وقتها الحاكم وعلى مستوى الأمراء. بعدها الشعراء احترمونا فيها تاني. الوثيقة دي كانت دوبيتي يا ربي ولا كانت دوبيتي؟ لكن لكن الشعراء كثر خير عن كمية كبيرة من الشعراء من عنا والجيران والإخوة الثانيين كلهم احترموا الحتة دي. يعني ثاني ما في زول قال فيها حاجة بقدر أشكرهم من هنا رسالة لهم بقول لهم كثر خيركم كثير لأنه احترمونا فيها. بعدها ثاني ما كان فيه مشاددة الحمد لله. فسحاب صيف أنا عبر سحاب الصيف قدر ما يبقى مطر وبزول ويفترض الغضب ما يفوت على المعقول. يا من عقدة والناس لقول حلول تفنى الفانية لكن السمع بالطول تبادل الألسنة وشتم الكيانات حار واكبر منهم حق الحنيف والجار. لابد الدنيا ممشى والنهاية الدار حق مقدم السمحا من القستار.
ما بيشكر الشر سيد الأضرار. قالوا النيل منابع والحريق شرار، انخلت الصفوف من أوجها وعمار بتستوطن عواصف وبرحل استغرار، نتيجا بالقرون وأعراق كثار بتضيع، دن دقت طبول الحرب وقمنا جميع، ترجمت التكات وتعمد الترفيع، تعني إدراكنا للخطر الكبير والشيع، ولامنا البعض في صمتنا المقصود، ما جاي من فراغ شايف الحبل مشدود، أملي وأمنياتي ونهجها المعهود، تنهزم الخلافات والترابط يعود، كان الخوف على الروح معنا من أنصاره، علم خاف قبيح لوم البشات جاره، سمعت الرد والأول سمع مصداره، مهما يتقل المنقوش بحكم عياله، كان البادي أظلم سكات لمكانه، إن جرد الإنسان بحاسب زمانه، بتعرف قيمته من نهجه ونوايا لسانه، برميك مسك دربه وتعيد بيشانه، تفويت الفرص للعارف وحكمة وراي، بيستنتج معاني بينتبه لإغناني، الصدف اللي بخلي ما حدود مراي، ما عجب النبي والعاقل الهداي، شفنا حروب كتار وقرينا كتب وجرايد، ما لفت انتباه زي حكمة الشيخ زايد، زرعوا له الجزر عامدين وسردوا فوايد، اتخطراها بخبرة وسياسة طايد، اتحدى الكبار بكل وضوح وصراحة، قال الامن هم لا من نغادر الساحة، ديننا في مخافة الله الكريم وسماحة، ما حوجني ليقوم وقعاد وقباحة، انا رأي المحن ما يتقبلوه السادة، قاصد كافة الاطراف قواعد وغادة، الداخر له موضوع والله ناوي مكادة، ما ينسى المثل نار الفتن وقادة، شنجد والخلافات والنزاع والعوة، مهما نختلف يتم نادى محوة، رغم الخيط معقد للجميع وملوى، لكن قول لحلال البندقية مسوى، أنا رأي مدم دمتاني كله فره، نطاوع العاقل برب السنون فوق مره، نتناصح نقول موضوع علني وسره، حد المصلحة وهل النوايا يقره، كان للأرض قبيل موجودة شنجدالة، وكان للموية كل الأمة محتاجالة، انهدت النفوس وتغير الفيبالة، تارس ما عليها الأرض وهي في حالة، يا من أمة انخلت الأمم قبالة، ما تتحدد الدنيا وطموح أعمالها، أنا رأي القبائل بادية وحلالة، تنبز نفرة نبرة العنف بفكرة وصالة، بعد ما يجنبوا الحكم ويراجعوا صوابهم بتلاشى الأمل، بعد ما يجنبوا الحكم ويراجعوا صوابهم بتلاشى الأمل لحلهم بينيابهم، تاني الناس تقوم فوق المحن شبابهم، مهما يغمغم الكون الفتن بتهابهم، وأما الناقة بتسوي العوج معروفة، صناعة كوارث مهجرة ومجروفة، تلك أحداث طبيعية وأمور معلوفة، تأكلات عن النظارات سلطة مخلوفة، بيوت السلطة أكبر من نزاع وشكاوي، قادر يجبر المكسور قادر يداوي، قبل ما تربط الأمم طواقع وخاوي، انكفوا السواعد الحلل ما تقاوي، صفصفة الضماير حاجز لتخمينها، دل بتغنن الأعراف دل بالصينها، كتر الململ وقدر الوجوه جبينها، هدت ثابت الوحدة ونسف تامينها، وأما الشعر دورهم في القبائل الهام، لسان حالها اللي بيمثل كافة الإعلام، الفهم اللي يقدم سيده لا قدام، نبقى عليه وما تبقى الحكاية كلام، وقت الداعي يدعو والمسطر يكون، نبقى قلبه ثلاثة كبار وقرون، جرح السيف قدر ما يبقى عمره بهون، علة اللسان دينة الدهر طاعون، القصد انه من ناخر نوايا ضميرنا، واضح ان يفسر الجمهور قبل تفسيرنا، اصلا باختصار القصة في تقديرنا اصغر من تأرغ ذهننا وتفكيرنا، الناس بالحكم حلوا الكبار والرواسي، والبتع السفل لازم بحور ومراسي، النظر الطويل والمنهج المتواسي يطوي كل موضوع وراه احساسي، اربع في الختام لا بد من حل، المي والتناحر معضلات يولن، اتبحن تعايش والشكوك تخلن، تاني الواسع بتفين وسروج مدلن، واختم بشفيع قومه ورسول الله، خاتم الانبياء باذن امر ناهي، بدل ما نبقى عزك وعزي جاهك وجاهي، حق ما ندري الدنيا مغرور. ونختم الجزء الاول والقسم الاول من هذا البرنامج الجميل بالكلمات الجميله بفاصل ومن ثم نواصل، هذا الجمال والابداع من الدوبيت السوداني الفخيم. تفضل.
عليكم مرة ثانية مشاهدينا، أتواصل معكم في الموعد. موعدنا اليوم مع الدوبيت في حب الوطن وكثير من الأمور اللي لها علاقة بكيف أنه نبنى النسيج الاجتماعي بأشكاله المختلفة. الكلمة عندها دور كبير حقيقة في أنه تلين شمل الجميع، والكلمة عندها دور متوارث من أجيال قديمة قدمت كثير حقيقة للمواطن السوداني وللأذن السودانية الصافية النقية اللي هي دائما بتسمع كل ما هو جميل. وأكيد كل التحايا والتقدير لكل شعراء بلادي في هذه الأمسية، ورحب مرة أخرى بضيوفي الآخر الأستوديو الأمير محمد ودنور الدائم أمير عموم الكواهل الخرطوم. أهلا بك مرة ثانية، وأهلا ورحب بأستاذ الشاعر عبد الله أحمد علي إدريس. أهلا بكم كثير. إحنا يمكن تكلمنا في جزئيات لها علاقة بقيم ولها علاقة بأخلاقيات السودانيين ولها علاقة بأنه كيف إحنا ممكن نجمع الشمل عبر الوثيقة مثلا اللي قال لنا أستاذ عبد الله. برضو الكرم السوداني الفياض عنده دور كبير، ويمكن الكرم بيكون خلينا نقول ركيزة وأساس في كثير من الدوبيت السوداني. افتكر انه عندي كلام مختلف هنا امير محمد ونور، انه استضافتنا كمان احنا مش بنتكلم عن كرمنا مع بعض، حتى استضافتنا لكثير من الوافدين الموجودين صحيح. في السودان الدوبيت برضو داوم حقهم. نعم حقيقه يعني نحن الناس اهلنا الفر والى الحرب يعني من الدول العربيه ومن الجهات يعني واستأجر في السودان. السودان طبعا يعني بطبعه يعني الكرم ده معروف في الشعب السوداني، ما نعرف ده عادي جدا. فحقيقة يعني أنا شفت التحدث يعني وشفت الناس بيقاسموا الناس اللقمة وكذي، قلت دول العرب كانت في مود ثباتا، شبعت في الدمار بالأسلحة اللتواتا، عربيات وصار تاركات ديار مفاتن حربيه دليلي وبالدروب خاتم، ومن بدري اليهود قاصد العرب تتفرق، ما حسبوا العرب ما فيهم اللي بيتطرق، كم راحوا ضحايا وكم شباب تحرك، فاتوا العرب بين بعض وذاك شرق، مفروض في الحساب الناس تحسب الصاح، ومعروف اليهود كم كاسر ليها الجناح، مهما تكاتفوا وتبادلوا الاصلاح موجود اليهود خاين وجوه الرباح. الليله العرب شايفين حاله الحال، وظاهر في وجوه ما بيقول له سؤال، جيتوا حللت في وطن البثر والبال، وارسين الكرم اهل الشموخ والبال، تركتوه الوطن لكل ظالم وجاني، والناس الضعاف من ظلمهم بتعاني، السودان وطنكم جيتوا له الثاني معروف الكرم في كل بيت سوداني. اهل الفقع نحن وكل من كان جارك عزاء ازو مكرمات، لا من تصد دارك حاك ما كان ظروف جارك كبار وصغار، كان التاريخ بسجل للزمان الغار، كان يا وطني الكبير ناسك ما ظنت خير، وفيك هل على البيثان بجد السير، فوق راسنا وكتوفنا من كبير لصغير تجد الاحتراب بيناتنا والتقدير، ابشر بالنصر ابشر بالنصر يبشر بالنصر ابشر بالنصر ابشر بالنصر. وان شاء الله البشرى دي تكون في كل الاوطان وكل الدول وكل يعني المسلمين. نتمنى ان شاء الله باذن الله انه يعني هم طبعا لقوا الحمد لله يعني كثير احنا بنلاقيهم لقوا مكان بينهم وبين اهلهم وبين فعلا حسب انه السودان هو اسرتهم حقيقه، كل بيت سوداني هو يعتبر اسره بالنسبه لهم ومكان جميل. وافتكر انه دي حاجه كانت جميله جدا اتنقلت للدول العربيه الموجوده دي عن الجماعه السوداني الموجود. يمكن ما كانت واسطه ما كانوا عارفين كثير عن السودان، لكن بما انهم كانوا موجودين بيناتنا وجد حقيقه. حتى يعني في الثوره المجيده لقينا كثير منهم موجودين وبيهتفوا وسعيدين بالاحداث اللي كانت موجوده. يمكن طبعا احنا لقينا فيها يعني ربنا يرحم كل الشهداء ان شاء الله ويتقبلهم يا رب العالمين، لكن حتى مجريات التغيير كانوا هم موجودين في نص الناس حقيقه يعني، وشاهدناهم حقيقه موجودين. فده بيعبر عن انهم فعلا بيجوا جزء من الشعب السوداني. افتكر انه التلاحم اللي بيكون موجود ده بيخلي الشاعر نفسه بيكون عنده
طرائق مختلفة بأنه هو يقدم كلمته ويقدم رأيه ويقدم يعني تعبير الموجود. شنو الموضوعات الثانية؟ خلينا ممكن يتكلم معك أستاذ عبد الله، شنو الموضوعات الثانية اللي أنت شايف أنه برضو بقت جديدة على الدوبيت السوداني كمواضيع؟ والله هو الشعر مبحور ومع كل زي ما يقولوا لكل حدث حديث، الشعر مع الأحداث يعني مع في مسيرته الشعرية بكون مرة بمراحل كثيرة كده وعديدة، في كل مرحلة قاعد يقيف عندها بما يناسب أقول فيها، لكن كبحور شعر كثيرة جدا يعني لو مسكنا الحكم، لو مسكنا الغيام، لو مسكنا الشعر الحماس، لو مسكنا شعر الاجتماعيات، المسادير، المرابيع كلها، المرابيع الغزل يعني كلها. انا من يمكن دي الحاجات اللي الناس عارفاها كثير عن الرجال اللي بيقدموا الكلمة الجميلة، إذا كان في الغزل، إذا كان في المواضيع المختلفة، المرأة عندها دور كبير حقيقة برضو. نعم. يعني يمكن ما كل الناس بيفتكروا إنه المرأة شاعرة طبعاً. يعني كسرت حاجة الدوبيت الآن وطبعاً ما شاء الله في الصدارة يعني النساء الآن في الدوبيت. زمان طبعاً الملكة الشعرية دي أصلاً عند الرجل عندنا موجودة، لكن يمكن تكون في طرق تختلف في فترات الدوبيت، يمكن يكون النسوان بيقولوا إنه بطريقة ثانية. لكن الان اصبح نفس الدوبيت عند كانوا بيقولوا كيف؟ كان بيختلف بس في رميته، بيختلف من شعر الراجل يعني. يقولوا يعني فيه كسره خاصه كده، اذا لقيت القصيده انت بتعرفها، لو حتى لقيتها في اي انا بتعرفها نسائيه مثلا. ايوه ايوه. بيميزها من شعر الرجل. والمرأة تكلمت كثير برضو عن شهامة الرجل السوداني وبسالته وقوته، فأفتكر برضو في أماتنا الكبار عندهم برضو الدور صح. نعم. لهن دور في شعر الحماسة، كان التدوير الحماسية دي زمان كانت حاجات مهمة يعني. أيوه. كان في أسماء تدوير الحروب. غير بن عبود. طبعا. وما ننسى شهاب المرغمابية الكاهلية. نعم. وبالتبريدة ورابحة الكنانية. ولما تحسب يعني صحيح كثير دور كبير جدا كثير صحيح. لكن الان في البطانه وفي دارفور وفي كثير يعني من مناطق السودان كان عندهم السودان صحيح. والحكامات حتى يعني احنا بنقول انه الحكمه هي جايه من الحكامه. يمكن كان برضه في بعض الاشكال المختلفه، يعني هي كان بتحمس الناس الخروج للحروب، لكن طبعا وقتها اللي هي في البتالة وفي القوة وفي الشجاعة يعني. لكن عموما انه برضو دور الى الان يعني حتى هم موجودات ما بين يعني ناخذ من الحكم حل الحكمة عند الواعي ما بتقصها، والفاجع ببيت فوق دربه كانت مس طايع براجب درس بنكسة، والسر اللي بيقوم من سيده ما بيندس، سواويق السفينة تتر ما بتعوم، والوحيد كلامها لطب المحجوم، مهما يتعب الفالح تبدر يقوم بقيف الرزق ما بيتجاوز المقسوم. قبل الجاهلية وبعدها ولسا بيجتمعوا الأكابر بعد كل انزاع، في الواعي بخيط وفي الملام اطماع، زي ما الآخرة دايرة الدنيا داري ولا قريت للحارس بن عبادة أعلم سال، احتزل اللي بتفني الصف نياق وجمال، رغم المحنة كانت في جبين وجبال، عتق الفارس المال الجزيرة قتال، جارك بيت وبيتك وزاملتك زاملتك، بتلوم من جفاك وبلومك ما حملته، كان عايم بعيد والفي ضميرك شبته، العوج التصرف ما هقاسي عدلته، الإنسان قدر ما يعلى شام ضعيف، وإن جاب النعام لا بالدخيل تقيف، كتار ناطط وراح ونجينا للتصنيف، يفضل واحد البي كل دابة كليف، الخيل دون سروج باعتباره عاجب، وين جابوا الدروع بالشعوة الكان هادي، أحدث في عقاب الصيف نزول الوادي رفق الصي ولا رفق المقرب الغادي، وكان جابوك في جودية وعجامة، مع إنه الحياة سفر بدور لزوامل، الزول البيوسق والبدس الهامل بالحولية كان جات بالحساب بالكامل، الدهر ينسمح ما يخدعك معروفه، وجه وجهك البيت ينسهل لك طوفه، خاف من اللي يشوفك وانت ما بتشوفه، الايمان مكان المندفن في صفوفه،
وهذا جزء من يا سلام. جميل جميل جميل. دائما نتكلم عن الادوار الكبيره اللي بتلعبها الدوبيت، ليه احنا بنلقى يعني تتمنى فيه انه يكون موجود في المرحله المقبله؟ دائما نتكلم مثلا عن الثقافه بشكل عام مع ناس المسرح، تتمنى انه يكون عندنا مسرح كده يجوا فيه كل العالم عشان يشوفوا مسرح السودان اللي عنده تاريخ كبير وتاريخ قديم. الناس اللي لهم علاقه مثلا بالفنون نفسهم يشوفوا برضو انه السودان متنوع، يعني فيه بيئات مختلفه، فيه رقصات شعبيه مختلفه، فيه غنى مختلف ولهجات مختلفه. الدوبيت ملازم ومفكرته في ايده حتى لا. كمان عنده محضر وكمان هي بيشيل حاجه بتلقاها لانه حاجه تعود لها كده صح، او انه اي خاطره بيكتبها اي حاجه في صحيح. صح بس كده تعودنا على التعويض يعني. جميل. الايام دي ايام الموسم، موسم خريف لسه داير اسالك زامسح ايوه زامسح بالضراع والصيف السماء متلاشن عقولك كيف نحن تعلف صعايد شاشن تكسن عليوات نسمح مرشاشن يا بتات الشقوق قسين نفج والشاشن ابو الضلين ربط قايله وسحابه زمله راس القايده عدل للربايط زمله حتى رايحة المرشاش ولم شمل شاف على الظهور بقى الضراع كاشمل بدري الليل براك كردفان وسحابه يلعب بالشدر زبد الودي انجابه اللي الضيف فناجر في المحن بنهابه هبر الحو وهدر الكعمود نيابه برقي كون جبال النوبة راسي كوابله هيف ويغرق يقمر العصفور دعاش الهابله سحبك رعد ولا البواح مواصل غناب العقبان منك الفقر الفروق بتقابل سيولك خلنا العلو والمهار ينهار كل المبني فوقك يا المري ينهار من خاوي الجيب زبد الدبيب والفار ناسك من عصر في حالة استنفار انشبك انسحايبك وانسكب عالي سيولك بمنازل الصيف عنيف افعالي فحل الابر البطن الدبيب بين عالن النهر وعصات ينقلب وما بيعالي هاج بك للمقنع بالضريرة سنابة نفر اللفز المطرود طما بسخافة جز العلا والمتر ركف الحجاز هبافة ردت بمتنيك الفترت كلابة الحميض نفر عرقه وتعول وتبارك تحت هذا جيبة الطرف امسحابة مقارب لبن الهبرة بالفوق الحوي الحارين سمحا سابع الدويات معاه ما بداري يا ود اللمين البارح البراق لم لمسه من شرق القضاري فساق ومبارح طويل ما راب عوفة دقاق قول لليل شبعت والمكان مشفاق حرقوصك مع الأضلال عقد وانفتة سيلك نحر العالي ولدي مستة رضيمك دبج وحميت قدر ما دعت حنتوتك معلم روس لا منشتة مهاويك والعوالي تفرش بخضارك قبيل مطر البطينة تكهنوب وكبارك فيك مقلة ترزم والحور مبارك تلفخ مثل سرب الابراج في احبارك. يا سلام. ان شاء الله الخريف احنا جينا الان على الخريف ان شاء الله ربنا يجعله خير ان شاء الله. خريف ناجح. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كمان ربنا يجعل البلاد امنه ومطمئنه ويؤلف بين قلوب ابنائها ويجعل ان شاء الله عام سخاء ورخاء وامان وتالف وترابط وتكاتف. أنا كل الخير لبلادنا الحبيبة. آمين. ويمكن ده اللي احنا هنتكلم عنه في آخر يعني دقائقنا في الكلام الجميل ده والأوضاع دائما يعني خلينا نقول إنه أي أحداث بتخلي الشاعر من غير ما يشعر إنه هو يبدأ يتكلم عن الوطن، الوطن الفترة اللي فاتت في مراحل كثيرة جدا ما بين الفرحة وما بين الحزن وما بين الألم وما بين السعادة، كثير من المشاعر والمشاعر دي بتطلع بالتأكيد بالنسبة للشاعر بدوبيت. جميل. نأمل إن شاء الله يا رب العالمين المرحلة القادمة تكون مرحلة أمن واستقرار وأمن وأمان ورخاء إن شاء الله لهذا البلد الكبير السودان. وأفتكر جميل إنه نقوم نسمع من القصائد برضو من الدوبيت اللي أنت برضو كتبته في المرحلة دي أستاذ أمير. جدا دوبيت كان داير أمشي مع ولد إدريس على تخيل العرب وألبل لكن دي خليها مرة ثانية إن شاء الله تكون الحلقات مرة ثانية تقول العرب الكواهلة يعني في بواديهن وكذي. نعم. نحن يعني نحيي اخواننا في المجلس العسكري ونحيي اخواننا واولادنا في قوة التغيير ونقول لهم ألف مبروك على الخطوة الإيجابية لوحدة البلد. نعم. احنا حقيقة يعني ده نحن البلد ده فيه كنوز وفيه خير
لكن المسألة لما كل الناس تشيل الشيلة صحيح، يعني من كل في الوطن الناس البطل الوطن ده بيمشي، يعني كان الناس شالوا ثلاثة وخلوا الرابع بتكون في شلة. احنا نتمنى ان شاء الله لكن الناس كلها تشيل الشيلة واحد دي بتخلي الوطن ان شاء الله تكون في تنمية ان شاء الله. وانا قلت يا عزم كنوزا كامنا جوا حشاكي، كل واحدا غيور ساق البشاير وجاكي، شعبك اضحك الحال والفرح عماكي، بعد الليلة نتكاتف نتوحد نجد فينا ماكي، العز والشموخ حستيه وانت براكي، ما بين الدول علمك ظهر في علاكي، ما انت سلة العالم حقيقة ياكي، افريقيا وعروبة كلهم فرجاكي، يا أرض الجدود الما بشيق الأسواك، ميلك من جنوب قفض الشمال متاكي، يا وطن الكرام القشف مع الباكي، شعبك مفتخر واللابسين الكاكي، باشرنا سلام وجاني سوق ويقود وفرسان السلام، هزمونا كل حسود بعد ما كان قبيل بيننا الصدق مفقود، نطفي نار شرارة من الفتن موجود، يا وطني الكبير بالدول محدود، شقونا الطرق فيك بالجسور وسدود، أمل الأمم أصبح عليك معقود، نتوحد جميع لأن ما كان نبقى الجنود، نحن من عروبا من زنوجا سود، ممزوج دمنا بين العرب والسود، بهم بفتخر فخري جدودي جدود، فرسان المعارك وبالنفيس بالجود. يا سلام والله ده كلام جميل، احنا نتمنى يا رب العالمين انه البلد يعمر ان شاء الله بالامن والامن والامن والاستقرار والنماء ان شاء الله، ومرحله جديده ان شاء الله، كلنا بنحاول مع بعض يعني نساند الوطن، كلنا نحاول مع بعض ندي الوطن قدر ما نقدر. احنا سعيدين انه حلقتنا اليوم كانت هي عن الدوبيت، وكان فيها اجمل ما كتب في الدوبيت السوداني الجميل. انا بشكرك كثير الشكر الشاعر الامير محمد ودنور الدايم امير عمر كمال بلد الخرطوم، شكرا جزيلا لك، شرفتنا كثير. نشكر الاستاذ الشاعر عبد الله احمد علي ادريس، شكرا جزيلا لك لحضورك، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وتبقوا بيقولوا من خلال هذه الحلقه يعني لكل الشعراء اللي بيغنوا بالدوبيت ان شاء الله المرحله القادمه اللي احنا محتاجين حقيقه انتاج غزير جدا في كل هذا الوطن. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا دائما، وفليح يا سيدي. شكرا.